كل الماء في زاكورا يحتاج الى متدخلين كثر والى واحد الدراسات عميقه اللي غتبين بان سي فغي هذه المنطقه هذه مهدده بالجلاء التام. الناس اللي تأثرت بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم، أكثر من الناس اللي مستقرة هما الرحال. ما كاينش اللي حفر البير، ما كاينش اللي عاون المساكن تقارو، البهايم الليلة تيموتو بالعطش في الخلا. البهايم الجمال لقيتهم هنا في الصحراء ميتين ناشفين كاع كوادر.